عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، والذي من خلاله راح أشارك معكم تشكيلة المتوقعة للمنتخب الوطني الجزائري، يعني لمباراة منتخب قطر المنتخب العنابي في نصف نهائي بطولة كأس العرب. راح أشارك معكم أفضل الأسماء وأفضل تشكيلة وأقوى تشكيلة أنا أشوفها بطبيعة الحال لهذه المباراة، واللي ممكن مجيد بوقرة راح يدخل بها أمام المنتخب العنابي. وأيضا راح أشارك معكم أبرز تصريحات مجيد بوقرة في ندوته الصحفية قبل هذا اللقاء، يعني لنصف نهائي بطولة كأس العرب، ومن بعدها راح نشارك معكم القنوات الناقلة والعديد من النقاط الأخرى. إذن هذا ما سنتعرف عليه، فإذا كنتم تشاهدون للمرة الأولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلكم كل ما هو جديد ينشر في هذه القناة مستقبلا، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا من أجل الإجابة عن جميع استفساراتكم. طبعا أعزائي الكرام، أذكركم بموعد المباراة. موعد المباراة سيكون الأربعاء أي غدا 15 ديسمبر، يعني على الساعة 8 بتوقيت الجزائر، وهذا التوقيت ممتاز أعتقد أعزائي الكرام، لأن جميع الجزائريين راح يكونوا متاحين من أجل مشاهدة هذه المباراة بدون أي مشاكل. بالنسبة للحضور الجماهيري، للأسف الشديد يعني الفيفا فاجأتنا بطبيعة الحال، لأنه الجماهير القطرية اشترت واستحوذت على جميع التذاكر. 40,000 مشجع راح يكون لصالح المنتخب القطري من ناحية الجماهير القطرية، أما بالنسبة للجماهير الجزائرية راح يكون عندنا يعني فئة محددة، يعني كحد أقصى 3500 مشجع ومناصر للمنتخب الوطني الجزائري. أنا هذه النقطة نشوفها يعني سلبية لصالح المنتخب الوطني الجزائري، راح يكون عندنا ضغط كبير لدى لاعبي المنتخب الوطني الجزائري من ناحية الجماهير القطرية اللي راح تكون بشكل كبير يعني في المدرجات. بالنسبة للتحكيم أعزائي الكرام، التحكيم لحد الآن ما رانيش عارف شكون حكم هذه المباراة، ولكن التحكيم عموما دائما ضد المنتخب الوطني الجزائري، دائما يقترفون أخطاء للأسف الشديد فادحة، سواء يعني مع المنتخب الوطني الجزائري الأول في قارة السمراء يعني في إفريقيا، أو حتى هنا في قطر ما زلنا نعاني من التحكيم والقرارات الخاطئة. بالنسبة للقنوات الناقلة أعزائي الكرام، عندنا سبع طرق يمكنكم مشاهدة فيها هذه المباراة. عندنا قنوات بي إن سبورت، يعني عندنا ثلاث طرق من أجل مشاهدة قنوات بي إن سبورت، يا إما في اليوتيوب، يا إما في جهاز الاستقبال الخاص بكم، يا إما في موقعهم الرسمي. ونفس الشيء يعود للقنوات الكأس القطرية، يا إما في قناتهم في اليوتيوب، يا إما في جهاز الاستقبال الخاص بكم، أو حتى في موقعهم الرسمي. أما بالنسبة للقناة يعني الثالثة والأخيرة، عندنا فيفا تي في عبر قناتها في اليوتيوب، راح تعمل لنا بث مباشر لهذه المباراة. فنتمنى لكم فرجة ممتعة، ونتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري في هذه المباراة. ننتقل الآن أعزائي الكرام إلى التشكيلة المتوقعة حسب رأيي الشخصي. طبعا أنا أرى في حراسة المرمى أنه مجيد بوقرة، ومن الأفضل أنه راح يشرك رئيس وهاب بلحي حارس المعارين للمنتخب الوطني الجزائري، بينما أيضا في خط الدفاع عدنا بن عيادة، بدران، بالعمري، وإلياس شتي. هذا الخط الرباعي يعني في الدفاع أعتقد بأنه جيد، خاصة الأظهر الظهير الأيمن والظهير الأيسر، شتي بن عيادة لاعبا في القمة، بدران ممكن أنه سيبدأ يعني تشكيلة هو، وأيضا جمال الدين بالعمري، راح نشوف عودة قوية لجمال الدين بالعمري بعدما أكد لنا الكوتش مجيد بوقرة لأنه جميع اللاعبين متاحين لهذه المباراة، يعني ما عندنا ولا لاعب مصاب ولا لاعب يعني يعاني من مشاكل عضلية، جميع اللاعبين حاليا متاحين. بالنسبة لخط الوسط أعزائي الكرام، عندنا سفيان بن دبكة، وأيضا ميرزيق، وأيضا عندنا سعيود. أنا نفضل سعيود يكون ك يعني خط وسط مهاجم افضل من اللاعبين الاخرين حسب رايي الشخصي. سعيود يقدم في مستويات كبيره، وهذا اللاعب لعب فقط شوط اول يعني امام منتخب السودان اذا لم تخني الذاكره، فلهذا هذا اللاعب راح يكون متاح ان شاء الله بعدما تخلص من مشكلته يعني والامه في الركبه. بالنسبه للخط الهجومي اعزائي الكرام، كالعاده بلايلي راح تكون عودة قوية لهذا اللاعب إن شاء الله، خاصة بعدما تداولت لنا أخبار بأنه هذا اللاعب تعرض لإصابة. اللاعب متاح وتدرب بشكل عادي ليلة أمس، وأيضا هو مستعد لهذه المباراة. راح نشوفه أيضا عودة قوية لبغداد بونجاح كرأس حربة للمنتخب الوطني الجزائري، هذا اللاعب اللي اشتقت له جميع الجماهير الجزائرية. أما بالنسبة للجناح الأيمن راح يكون عندنا ياسين إبراهيمي، يعني أحد أغلى اللاعبين في هذه البطولة. أنا بالنسبة لهذه التشكيلة اللي نشوفها قوية، في حراسة المرمى بولحي، في خط الدفاع بن عيادة، بدران، بالعمري، وشتي، في خط الوسط بن دبكة، ميرازيق، وأيضا سعيود أو طيب مزياني، ولكن أنا أفضل سعيود. في خط الهجومي بلايلي، بغداد بنجاح، وياسين إبراهيمي. أنا هذه توقعاتي. أما بالنسبة لنتيجة المباراة المتوقعة، نتوقع هدف مقابل ولا شيء لصالح المنتخب الوطني الجزائري بطبيعة الحال. إن شاء الله تكون هذه النتيجة الصحيحة، وإن شاء الله نشوف تأهل المنتخب الوطني الجزائري إلى النهائي، وسنصطدم يا إما يعني مع المنتخب المصري أو المنتخب التونسي
الشقيق. والمباراة هذه راح تكون قوية، أنا أقر لكم من الآن المباراة راح تكون قوية، مختلفة عن جميع المباريات الأخرى، مختلفة عن مباراة يعني الجزائر أمام منتخب مصر، ومختلفة حتى عن مباراة الجزائر أمام المنتخب يعني المغربي، لأنه يعني تلك المباريات كانت ديربيات، وهذه المباراة تعتبر مباراة مختلفة، خاصة أننا راح نلعب أمام خصم يعني راح يلعب في بلاده، بلاد المحتضن لهذه البطولة ألا وهو المنتخب القطري، واللي راح يلعب في قواعده وتحت جماهير كبيرة. ننتقل الآن أعزائي الكرام إلى تصريحات مجيد بوغرة. بوغرة صرح قائلا أعزائي الكرام في ندوة الصحفية اليوم، قائلا مباراة المغرب يعني خليناها ورانا، ولدينا لاعبون ذو خبرة كبيرة فازوا بكأس أمم إفريقيا، مما جعل من الممكن العودة بسرعة إلى الأرض والاستعداد لهذه المباراة ضد قطر بجدية. منذ انطلاق كأس العرب ونحن نستعد بنفس الطريقة وبنفس الاحترام يعني بغض النظر عن الخصم، والحمد لله سنقدم يعني أداء جيدا أمام منتخب قطر. وقائلا أيضا نحن حاليا كلنا كاملين، يعني راح نلعب بكامل التعداد ما عدنا ولا لاعب مصاب. بالنسبة لسعيود اخترناه عندما كان يعاني بالفعل من مشكلة في الركبة، يعني استدعى هذا اللاعب وكان على يقين بلي أنه عنده إصابة طفيفة في الركبة ولكن استدعاه. وقائلا سعيود لم يلعب ضد المغرب باختيار يعني تكتيكي، يعني كان عندي خيار تكتيكي، ما بغيتش نلعب بسعيود، ولديه هذا اللاعب صفات ممتازة، وأيضا إبراهيمي أيضا. وقائلا سعيود يستطيع اللعب في الجوانب، يعني يلعب كأجنحة، ويحتاج يعني هذا اللاعب به نشركه كلاعب أساسي، يحتاج لاعبين متميزين يركضون يدافعون كثيرا، يعني يتكلم عن الخصم، يعني في هذا الميزة راح نستعمله اللاعب الجزائري سعيود. وقائلا أعلم أن سعيود يمكنه أن يجلب لنا التمريرة الأخيرة، حتى لو كنت سعيدا جدا بما يفعله ياسين إبراهيمي في الوقت الحالي مع المنتخب الوطني الجزائري. قائلا أيضا طاقمنا الطبي يقوم بعمل استثنائي من حيث الشفاء والعقلية، تساعدنا كثيرا، فنحن نريد الفوز، لذلك نذهب إلى أبعد الحدود. وتعافى حاليا الفريق بكامله منذ الوقت الإضافي يعني ضد المنتخب المغربي بشكل جيد للغاية. وقائلا سنحت لي الفرصة للعب كأس العالم مرتين، وقطر يعني حاليا هي تقدم في المستوى الكبير من ناحية التنظيم، كل شيء على ما يرام هنا، الملاعب رائعة والأراضي وإلى ما غير ذلك. يعني الجانب السلبي الصغير هو أننا كنا في فندق مع الجميع. وقائلا نهنئ قطر على هذه الكأس العربية الجميلة ويعني الجميلة جدا، وأمل أن تكون المونديال أكثر استثنائية إن شاء الله. قائلا كمدرب من الأفضل دائما معرفة اللاعبين والفريق الذي سنواجهه، لدينا لاعبون هنا بالطبع، ويمكن أن نحضر مفاجأة أو يعني الخصم يفاجئنا بطبيعة الحال، وتعرفنا على قطر جيدا أيضا. قائلا كمدرب من المهم جدا معرفة الخصم بأدق التفاصيل، لكن الخصم يعرفنا أيضا وراه درسنا جيدا، نحن نركز على الأفراد، ولكن ما يصنع الفارق هو اللعب الجماعي، الروح الجماعية ستحدث الفارق في هذه المباراة الكبيرة في نصف النهائي أمام المنتخب القطري. نحن على بعد خطوة واحدة من النهائي، وكانت التكتيكات مهمة ضد المنتخب المغربي، لكن يمكن أن ترى أنها كانت قبل كل شيء لمن أراد أكثر. وقائلا لاعب السد والغرافة جميعهم تقريبا أصحاب لقب يعني مع المنتخب الوطني الجزائري، يعني لاعبي المنتخب الجزائري بشكل كبير جدا يلعبوا يا إما في الغرافة يا إما في السد القطري أو في، وبطبيعة الحال هؤلاء اللاعبون راح يساعدونا بشكل كبير جدا في هذه المباراة أمام المنتخب القطري. إذا قطر هي الدولة المضيفة لهذه البطولة، فهي تلعب أمام أنصارها، لذا فهم بالضرورة لديهم شكل من الأشكال الضغط علينا، نريد التقدم في كل مرة، لذلك نضع أنفسنا تحت الضغط الكبير به نقدم أفضل مستوى. وقائلا لدى لاعبين عقلية تنافسية، وهو ما يؤكد أن لاعبي فريقي حاليا في الاستمرارية به يصعدوا إلى المنتخب الأول بطبيعة الحال، والمنتخب الأول هو اللي عنده أهمية بشكل كبير جدا. وقائلا هذه المسابقة هي أفضل طريقة للاعبين في قطر ليكونوا قادرين على المنافسة على كأس أمم أفريقيا قادمة، إنها الهدف الأساسي بالنسبة لي ولجمال بالماضي. أنا مدرب للمنتخب يعني المحلي لم أنسى ذلك، لكن هذه فرصة ويجب أن أسمح بإعطاء المزيد من الإمكانيات لجمال بالماضي قبل كأس أمم إفريقيا، نحن نعمل قبل كل شيء من أجل المنتخب الأول. وقائلا يعني حصل أبو نجاح على الضوء الأخضر من الأطباء للمنتخب الوطني الجزائري وبليلي كذلك، لذا ليس لدينا أي إصابات ونحن جميعا مستعدون لهذا الاجتماع الرائع. يعني تصريحاته يعني قوية قبل هذه المباراة، متحديا المنتخب القطري، وأكد لنا من لأنه راح يكون بجميع التعداد وجميع اللاعبين راح يكونوا متاحين لهذه المباراة. فأنا من ناحيتي كمناصر المنتخب الوطني الجزائري أتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري، وما تنساوش تكتبوا لنا في صندوق التعليقات توقعاتكم من تشكيلة مجيد بوغرة أمام المنتخب القطري، لأنها راح تكون مباراة مختلفة عن مباراتي يعني المغرب وأيضا حتى المنتخب المصري. فاكتبوا لنا تشكيلتكم المتوقعة وتوقعوا معنا نتيجة هذه المباراة. إذن هذا كان فيديو اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.